السلام عليكم. نبدأ في الجزء الثالث والأخير من حرف الإف بالنسبة للإقراص والكبسولات. نبتدي بأول دواء معانا في الفيديو ده وهو فليكس لاكس إقراص. ده بيتكون من مادتين فعالتين، ديكلوفيناك بوتاسيوم وميسوكاربامول، وديت مادة سكيليتال ماسل ريلاكسنت، بسط العضلات. ديت فليكس لاكس يعتبر مسكن وبسط العضلات، إنتاج شركة الحكمة، والجرعة بتاعته قرص كل 12 ساعة. بعد كده معانا فورسيجا. فورسيجا 10 ملي، وفي منه تركيز تاني 5 ملي، وده بيتكون من المادة الفعالة دابا جليفلوزين، وديت يعني لعلاج السكر من النوع التاني، انتاج شركة استرا زينيكا، والجرعة بتاعته طبعا قرص واحد يوميا. بعد كده معانا فوسا ماكس قراص، وده بيتكون من الالندرونيك اسيد، وده بيستخدم لهشاشة العظام، والجرعة بتاعته بتبقى العلبة بتبقى عبارة عن قرصين، الجرعة بتاعته بقى قرص مرة واحدة اسبوعيا، يعني كل اسبوع قرص. بعد كده معانا فلوكسامو 1 جرام، انتاج شركة امون، وده بيتكون من مادتين فعالتين، اموكسيسيلين تركيز 500 ملي وفلوكسيسيلين تركيز 500 ملي، يعني 1 جرام، والجرعة بتاعته قرص كل 12 ساعة. بعد كده معانا فلوكسابكت 500 مضاد حيوي انتيبيوتيك، يتكون من ليفوفلوكساسين تركيز 500 ملي، وده انتاج شركة ايفا فارما، والجرعة بتاعته قرص واحد يوميا. بعد كده معانا فليكتور 50 ملي كبسولات، بتكون مادة الفعالة ديكلوفيناك صوديوم تركيز 50 ملي، طبعا مسكن الألم، خافض للحرارة، مضاد للالتهابات، الجرعة بتاعته قرص 3 مرات يوميا أو كبسولة 3 مرات يوميا بعد الأكل. بعد كده معانا فلوروفلوكس بتكون مادة الفعالة موكسي فلوكسسين 400 ملي، ده طبعا انتيبيوتيك، موكسي فلوكسسين 400 ملي، والجرعة بتاعته قرص كل 24 ساعة مرة واحدة بس في اليوم. بعد كده معانا فلاتيديل اقراص مضغ، تكون مادة الفعالة سايميسيكون بتركيز 40 ملي، ودي مادة مضادة للانتفاخ وطارد للغازات، وده انتاج شركة القاهرة، والجرعة بتاعته قرص مضغ 3 مرات يوميا بعد الاكل. وممكن نبتدي بقرصين مضغ في الاول خالص كأول جرعة، مادة الفعالة سايميسيكون 40 ملي. بعد كده معانا فلوتاك 75 ملي، وده المادة الفعالة ديكلوفيناك صوديوم بتركيز 75 ملي، انتاج شركة نوفارتس، والجرعة بتاعته كبسولة كل 12 ساعة او كبسولة عند اللزوم. بعد كده معانا فلوفرمال قراص، بتكون مادة الفعالة فلوبندازول، ودي طارد للديدان، لجميع انواع الديدان الشرطية، الديدان الدبوسية، الديدان الخطافية، جميع انواع الديدان، انتاج شركة مينا فارم، والجرعة بتاعته قرص كل 12 ساعة لمدة 3 ايام، وتكرر الجرعة بعد اسبوعين. بعد كده معانا فلاجيل ب 500 ملي، وفي منه 250 ملي، وده طبعا بتكون مادة فعالة مترونيدازول، وده انتي اميبك وانتي بروتوزوا، بيستخدم لعلاج الاميبا والبروتوزوا والطفيليات الموجودة في الجهاز الهضمي، انتاج شركة سانوفي افنتس، والجرعة بتاعته بالنسبة للكبار قرص 3 مرات يوميا بعد الاكل. بعد كده معانا فلوموكس 1 جرام او فلوموكس 1000 ملي،
اموكسيسيلين 500 مللي وفلوكلوكساسيلين 500 مللي زي الفلوكسامو بالظبط اللي لسه قايلين عليه من شويه اللي هو بتاع شركه امول. فلوموكس 1 جرام ده انتاج شركه ايبوكو، والجرعه بتاعته قرص كل 12 ساعه. في منه كمان فلوموكس 500 مللي، وفي فلوموكس 250 مللي، ده فلوموكس 500 مللي وفي فلوموكس 250 مللي. بعد كده معانا فولي كاب، في منه تركيزين 2.5 مللي ونص مللي، مكون من الفوليك اسيد حمض الفوليك، وده بيستخدم اثناء الحمل لمنع تشوهات الجنين، والجرعه بتاعته كبسوله مره واحده يوميا، انتاج شركه فاركو. قلنا في منه 2.5 مللي وفي منه نص مللي. بعد كده معانا فوليك اسيد تركيز 500 مايكرو جرام، انتاج شركه ميباكو، 500 مايكرو يعني نص مللي، نص مللي انتاج شركه ميباكو، والجرعه بتاعته قرص واحد يوميا. طبعا بالنسبه لتشوهات الحمل يعني بيستخدم للحوامل. بعد كده معانا فوليك اسيد تركيز 5 مللي، فوليك اسيد 5 مللي، يعني القرص من ده ب 10 اقراص من اللي هو ال 500 مايكرو. القرص من ده اللي هو ال 5 مللي يساوي 10 اقراص من فوليك اسيد بتاع شركه ميباكو. ده برضو بيستخدم لتشوهات الحمل، ولكن لما يحصل اجهاض متكرر كذا مره فبيتاخد الفوليك اسيد اللي هو ال 5 مللي، وده انتاج شركه النيل. بعد كده معانا فوليكس اقراص، ده بيتكون من فوليك اسيد وفيتامين بي 12، فيتامين بي 12، فوليك اسيد وفيتامين بي 12 برضو مكمل غذائي بالنسبه للحوامل. بعد كده معانا فوليبونين كبسولات، ده بيتكون من ايرن حديد تركيز 50 مللي، وفوليك اسيد نص مللي، وزنك تركيز 61.8 مللي، برضه مكمل غذائي بالنسبه للحوامل. فوليبونين كبسولات، كبسوله مره واحده يوميا. بعد كده معانا فليكسوفان كبسولات، فليكسوفان مسكن للألم باسط للعضلات، بتكون مادة الفعالة كيتوبروفن تركيز 50 مللي، وكلورزوكسازون تركيز 250 مللي، ده إنتاج شركة العمرية، والجرعة بتاعته كبسولة كل 12 ساعة، مسكن للألم باسط للعضلات. بعد كده معانا فانجي كان كبسولات، أنتي فانجل مضاد للفطريات، بتكون مادة الفعالة فلوكونازول بتركيز 150 مللي، والعلبة بيبقى فيها كبسولتين، والجرعة بتاعتها كبسولة أسبوعيا، كبسولة كل أسبوع، وده إنتاج شركة أمون. بعد كده معانا فيوتابان بتركيز 40 مللي، بتكون مادة الفعالة بانتوبرازول، بروتون بامب انهيبيتور، مضاد للحموضة، التهابات المعدة والاثنى عشر والقولون، والجرعة بتاعته كبسولة أو قرص مرة واحدة يوميا قبل الفطار أو قبل العشاء بنص ساعة. فيوتابان 40 مللي، وده إنتاج شركة فيوتشر، شركة المستقبل. بعد كده معانا فورمو هيل كبسولات استنشاق، كون المادة الفعالة فورموتيرول فيوماريت تركيز 12 مايكرو جرام. فورموهيل ده موسع للشعب الهوائية، عبارة عن كبسولات تحط في الجهاز وتستخدم كشفط، يعني كبسولات شفط. فورموهيل مادة الفعالة فورموتيرول. بعد كده معانا فوربيوديس كبسولات استنشاق، برضو نفس المادة الفعالة فورموتيرول،
12 مايكرو ومعاها بيوديسونايد 400 مايكرو جرام، برضو كبسولات استنشاق موسع للشعب الهوائية ومضاد للالتهابات بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في التنفس أو ضيق في التنفس. ده إنتاج الشركة الأوروبية. بعد كده فوراديل كبسولات، فوراديل برضو كبسولات كبسولات شفط نفس المادة الفعالة فورموتيرول، برضو برونكودايليتور موسع للشعب الهوائية. الجرعة بتاعته كبسولة شفط كل 12 ساعة. بعد كده معانا فيورازول اقراص، بتكون مادة الفعالة ديلوكسونايد وميترونيدازول، مطهر معوي ومضاد للأميبا. والجرعة بتاعته قرص 3 مرات في اليوم بعد الأكل. إنتاج شركة إيبكو. بعد كده معانا فيوتاتريت، فيوتاتريت وفي منه تركيزين 500 مللي و750 مللي. فيوتاتريت 500 مللي و750 مللي، وده إنتاج شركة المستقبل. بيكون المادة الفعالة ليفيترا سيتام 500 مللي و750 مللي، وهي راس تستخدم كمضاد للتشنجات والصرع، والجرعة بتاعتها بيحددها الطبيب المعالج. وده كان آخر دواء معانا في حرف الإف. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. إن شاء الله الفيديو الجاي نبتدي في حرف الجي مع بعض. في حرف الجي يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو، لايك للفيديو واشتراك في القناة وتشيروا الفيديو، ولو حد عنده استفسار أو سؤال أو تعليق يبعته لنا وبرد على كل التعليقات وعلى كل الاستفسارات. أشكركم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.